الاحترام والاعتذار عن هذه التسمية، نقصد بالألقاب والإنجاز وعمر الفرق. حكم الدولي علي صباح، وبانتظار صافرة البداية التي ستؤذن بانطلاق هذه المباراة، المباراة النهائية نهائي الدوري العراقي، إذا تأتي صافرة حكم الدولي علي صباح معلنة بداية المباراة. اللقب السادس أم اللقب الأول؟ الجوية رافعا شعار الفوز مستغلا عامله الأرض والجمهور، بينما لفت الوسط يبحث عن عدم الخسارة ومن